السلطان علاء الدين، احييكم ويقدم لكم فيديو من اعالي جبال المانيا. اتمنى ان يعجبكم الفيديو، استريحوا أوقات ممتعة على الفيديو، وإن أعجبكم فتفاعلوا معنا باللايك، لايك وأبوني أبوني أبوني، وضغط على زر الجرس ومشاركتكم إن شاء الله. إن أعجبكم الحال أو إن أعجبكم الفيديو، ولكم مني أزكى التحيات، وأشاهدوا الطبيعة في أعالي جبال ألمانيا. وإن شاهدت شيئا ما وأعجبني سأحكي لكم عنه، خليكم معايا.
إخواني أخواتي الأعزاء، أريد أن أقول لكم أن اليوم جد جميل. اليوم النهار مشمس، ما عدا في الصباح كانت الضباب تملأ السهولة والهضاب، أما الآن فاليوم النهار جد جميل والحرارة معتدلة والطبيعة بدأت في الإصفرار لأن وقت الشتاء، فصل الشتاء، نحن في فصل الشتاء.
المشاهدين تحت تصرفهم، ولكم مني أزكى التحيات. اضغطوا على زر الجرس وتفاعلوا باللايك باللايك باللايك، وأبوني وأبوني أبوني، وشاركونا شاركونا من فضلكم، ولكم مني تحياتي من جبال